إنجاز المغرب التاريخي ببلوغ نصف نهائي المونديال تصدر المشهد الكروي خلال الساعات الأخيرة، وغصت مواقع التواصل بالإشادات لأسود الأطلس من كل رقعة في الكرة الأرضية، كما تفاعل مشاهير ونجوم العالم في كرة القدم وخارجها مع هذا الإنجاز الاستثنائي. لذا سنقدم لكم في هذا الفيديو أقوى ردود فعل مشاهير العالم على تأهل المغرب التاريخي، منهم نجوم اللعبة كمحرز وأوزيل وزعماء كالرئيس التركي أردوغان والرئيس الفرنسي ووزير الخارجية الأمريكي، وفنانين كشاكيرا وأثرياء على رأسهم إيلون ماسك، ونجوم رياضات أخرى مسلمين كحبيب نورماجوميدوف وآخرون. فابقوا معنا. محمد بن راشد. البداية مع الشيخ محمد بن راشد المكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي، والذي حرص على تهنئة المنتخب المغربي ببلوغه نصف نهائي مونديال قطر، حيث كتب في تغريدة على صفحته بتويتر: لا صوت يعلو فوق صوت المغرب في كأس العالم، مبروك لكل العرب، تحقيق الحلم العربي على يد أسود المغرب. إيلون ماسك. لأول مرة في المونديال الحالي يتقدم أغنى رجل في العالم الأمريكي إيلون ماسك مالك موقع تويتر بالتهنئة لأي منتخب حقق فوزا، وكانت السابقة مع أسود الأطلس، فقد هنأ ماسك المنتخب المغربي بالصعود إلى نصف النهائي في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، كتب فيها: تهانينا للمغرب. وبدأ التغريدة بعلمين للمغرب وأنهاها بعلمين آخرين. تهنئة أردوغان. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يخفي هو الآخر سعادته بفوز المغرب التاريخي وإنجاز التأهل لنصف نهائي المونديال، وكتب على حسابه الشخصي بتويتر: أهنئ من أعماق قلبي المنتخب المغربي الذي يعتبر أول فريق إفريقي يحقق إنجاز الوصول لدور نصف نهائي كأس العالم، كما أبارك لجميع أشقائنا المغاربة هذا الإنجاز. شاكيرا. إنجاز المغرب الفريد نال أيضاً إعجاب المطربة الكولومبية الشهيرة شاكيرا، والتي عبرت عن سعادتها بفوز الأسود في تغريدة عبر حسابها الشخصي بتويتر، كان مفادها: حان الوقت لإفريقيا، نسبة لأغنيتها الشهيرة وكا وكا This Time for Africa. وأرفقت شاكيرا تغريدتها بعلم المغرب ورمز تعبيري بالتصفيق. مسعود أوزيل. النجم الألماني صاحب الأصول التركية المسلم غاب عن المونديال، لكنه كان حاضرا في المدرجات القطرية بعدما رفعت الجماهير العربية صورا له قبل أيام ردا على موقف منتخب ألمانيا بالاعتراض على الفيفا بسبب إلزامهم بعدم دعم المثليين، وكان أوزيل من بين المهنئين لأسود الأطلس على إنجازهم التاريخي، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بتويتر: أنا فخور، يا له من فريق، يا له من إنجاز للقارة الإفريقية والعالم الإسلامي، من الرائع أن نرى مثل هذه القصص الخيالية لا تزال ممكنة في كرة القدم الحديثة، هذا سيمنح الكثير من الناس الكثير من القوة والأمل. رئيس السنغال. احتفالا بإنجاز غير مسبوق للقارة الأفريقية، هنأ رئيس جمهورية السنغال ماكي سال أسود الأطلس عقب الفوز على البرتغال والوصول إلى المربع الذهبي عبر تغريدة على حسابه بتويتر، كتب فيها: مبروك لأسود الأطلس، أحر التهاني على هذا التأهل الرائع لدور ربع نهائي كأس العالم، وحظا سعيدا في الأدوار المقبلة. أنتوني بلينكين. وزير الخارجية الأمريكي أرسل تهنئته هو الآخر للمغاربة، وكتب عبر تويتر: إفريقيا تصنع التاريخ وتحتل الصدارة داخل الميدان وخارجه في عشية قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا، أهنئ أسود الأطلس على فوزهم اليوم، لقد أصبحوا أول فريق إفريقي وعربي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم. وأضاف بلينكين هاشتاغ ديما المغرب. وزير الرياضة السعودية. من أراضي المملكة العربية السعودية جاءت التهنئة من وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، والذي غرد عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر قائلا: ألف مبروك للمنتخب المغربي الشقيق وللكرة العربية هذا الإنجاز التاريخي بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم. نواب أتراك.
نعود إلى تركيا، حيث لم يقتصر الأمر فقط على الرئيس رجب طيب أردوغان، بل نشر النائب التركي عن حزب العدالة والتنمية الحاكم أمر الله إيشلر مقطع فيديو يظهر فيه رفقة عدد من النواب إلى البرلمان التركي يحتفلون بفوز المنتخب المغربي. وكتب على حسابه في تويتر: بعد فوز المنتخب المغربي وتأهله لنصف النهائي في كأس العالم قطر 2022، نفرح نحن النواب الأتراك داخل مبنى البرلمان التركي ونقدم تهانينا للمنتخب المغربي ولشعب المغرب الشقيق، ألف مبروك. ويظهر الفيديو النواب وهم يهتفون بكلمة فاس فاس ويقصدون بها المغرب، حيث من المعروف أن الأتراك يشيرون إلى المغرب غالبا باسم فاس التي كانت العاصمة التاريخية القديمة للمغرب، لذلك ظل البلد العربي راسخا لديهم بهذا الاسم. ديل بييرو. النجم الإيطالي المعتزل أليساندرو ديل بييرو أرسل أيضا تهانيه إلى كتيبة وليد الركراكي، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك صورة له وهو يحمل قميص المغرب وكتب عليها: تهنئتنا للمغرب، كتبوا التاريخ. جاري لينكر. نجم المنتخب الإنجليزي السابق وهداف مونديال 1986 أشاد كذلك بالإنجاز المغربي وكتب في تغريدة عبر حسابه بتويتر: واو، يا له من فوز مذهل للمغرب، جريء، متقد، منظم، هادئ ومستحق. مسؤول روسي كبير. الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي حالياً ديمتري ميديفيديف، وقبل مواجهة المغرب والبرتغال نشر عبر صفحته على قناة تيليجرام تدوينة قال فيها: بخصوص كرة القدم، سيكون من الرائع أن تكون المباراة النهائية من دون دول معادية، الأرجنتين والمغرب. سامويل إيتو. قبل انطلاق المونديال رشح رئيس الاتحاد الكاميروني المغرب لبلوغ نهائي المونديال وملاقاة منتخب بلاده، إلى أن هذا الأخير ودع من المجموعات وواصل أسود الأطلس المغامرة. ليعلق إيتو في التغريدة عبر تويتر قال فيها: هذا مذهل، المغرب أول منتخب إفريقي إلى نصف النهائي، القارة بأكملها خلفكم. ديدي دروغبا. ومن إيتو إلى أسطورة أخرى من أساطير القارة السمراء، والحديث عن نجم تشيلسي السابق ومنتخب كوت ديفوار الذي بارك للمغاربة عبر تويتر بالقول: لقد فعلوها، برافو للمغرب هذا الإنجاز، تحيا إفريقيا، أخي وليد الركراكي، أنا سعيد جدا لأجلك. ريكاردو كاكا. النجم البرازيلي السابق قال في تصريحات ضمن استوديو بي ان سبورت: إنجاز تاريخي، ليس بالإنجاز العادي، أنت بين أفضل أربعة منتخبات في العالم، لما لا الحلم بالكأس؟ تهانينا لهذا المنتخب المنظم والمنضبط، ركز كثيرا وحارب في الاتجاه الصحيح، الحارس بونو مميز، أناحي اللاعب رقم 8، يا له من لاعب. حبيب نورماجوميدوف. نجم الفنون القتالية المختلطة الداغستاني المعتزل احتفل هو الآخر بالتأهل التاريخي لأسود الأطلس عبر نشر صور عديدة من احتفال اللاعبين على خاصية ستوري بحسابه على الانستغرام، وختم بصورة سجود اللاعبين مع تعليق مفاده أن النصر يتحقق بالسجود. إيمانويل ماكرون. الرئيس الفرنسي هنأ منتخب بلاده على الإطاحة بإنجلترا وضرب موعدا مع أسود الأطلس، حيث نشر تغريدة على حسابه بتويتر قائلا: مبروك للبلوز، البلد كله وراءكم، سنذهب إلى النهاية معا، إلى المغاربة نحيي انتصاركم التاريخي، نراكم في نصف النهائي. رياض محرز. النجم الجزائري أكد قبل المباراة أنه يملك بعض الأصدقاء في منتخب البرتغال لكنه سيشجع المغرب، وعقب تحقيق الأخير لإنجاز التأهل التاريخي كتب عبر حسابه بتويتر: لقد تحقق الكثير حتى الآن، تهانينا للجميع في المغرب.